برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير. النهاردة معانا نجم أو واحد من نجوم النادي الأهلي الكبار في فترة التسعينات تحديداً، قطر الأهلي السريع، واحد من اللي خطفوا قلوب جماهير الكرة المصرية. صحيح هو نجم أهلاوي حتى النخاع، لكن جماهير الكرة المصرية ما تختلفش عليه ولا على حبه وأخلاقه تحديدا. النهاردة في البيت الكبير منورنا الكابتن ياسر ريان اللي أنا برحب دي لأول مرة في البيت. ربنا يكرمك يا سام، ومتشكرين على التقديمة الجميلة دي اللي انت كده بلغت في الكلام. لا ازاي بقى بجد يعني. ازاي بقى اشكرك يعني. حاجة يا ربنا يخليك يا كابتن هاني، انا سعيد جدا بوجودي معاكم والله. ربنا يخليك امانه يعني. احنا اسعدنا. منورنا ياسر، ويعني هنتكلم على حاجات كتير قوي ونرجع لذكريات زمان ونتكلم على الحاضر والمستقبل، وانت اكيد رابط من المستقبل باحمد، ويعني ان شاء الله بتبقى حلقه ان شاء الله مميزه باذن الله. قبل ما نخش في كل دوت، عندنا طبعا تقرير عن الجناح الطائر للنادي الاهلي الكابتن ياسر ريان. أحد نجوم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في التسعينات، أفضل جناح عام 1994، شغل مركز ظهير الأيسر واتصف بالسرعة الفائقة إضافة إلى مهارته العالية في المراوغة، هو النجم ياسر ريان. ولد نجم القلعة الحمراء في 25 مارس عام 1970 بمحافظة الدقهلية، انضم لنادي المنصورة تحت 14 سنة، وبالتحديد في عام 1983 حتى صعد للفريق الأول موسم 88-89 ولعب معه حوالي 4 مواسم. موهبة ياسر ريان الفريدة جعلته محط اهتمام مسؤولي النادي الأهلي لينضم إلى الفريق في موسم 92-93، وظل معه 10 مواسم متواصلة، حيث شارك في 147 مباراة ونجح في إحراز 4 أهداف بقميص القلعة الحمراء حتى عام 2002 قبل أن يرحل عنها. يا خبر أبيض، ياسر ريان، حلوة 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 ببطن رجله، استقبل اللعبة بتاعت إبراهيم حسن في الزاوية البعيدة على طول، مش ثم احترف لمدة موسم واحد، انضم بعده لنادي إمبي لمدة موسمين قبل اعتزاله كرة القدم رسميا في عام 2004 ليفضل العمل في مجال التدريب. ولن تنسى له الجماهير موقفه الذي أثبت من خلاله حبه وعشقه للقلعة الحمراء بعد رغبة نادي المنصورة في انتقال ياسر ريان للزمالك الذي عرض عليه مبلغا كبيرا في هذا التوقيت، رغم أن رغبة اللاعب الأولى والأخيرة كانت الانضمام للأهلي. وبالفعل تفاوض معه وقتها مهندس الصفقات عدلي القيعي وانتقل لصفوف المارد الأحمر برغم عرض الزمالك الذي وصل إلى 350,000 جنيه لنادي المنصورة ومثلها لياسر ريان، بينما عرض الأهلي وقتها 150,000 جنيه على المنصورة، لكن ريان تنازل عن مستحقاته من أجل عيون النادي الأهلي. عمل ياسر ريان عدة سنوات في الجهاز الفني لنادي جاسكو بعدد من المناصب، بداية من عام 2008 وحتى 2011، ثم انتقل للتدريب في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي عدة سنوات بداية من عام 2013، ونجح في الحصول على بطولة منطقة القاهرة. رجعنا مع حضراتكم والكابتن الكبير ياسر ريان، منورنا ياسر. بص، خلال التقرير كده في نقطتين حبيت يعني اركز عليهم شويه. انتقالك للنادي الاهلي، انتقالك للنادي الاهلي عن طريق نادي المنصوره، وقد ايه كان اصرارك انك تلعب في النادي الاهلي رغم العروض يمكن الاكثر ربحا او مالا من نادي الزمالك. كلمني على الفتره دي، وكان يعني قضيتها ازاي، وكان سبب تمسكك بالنادي الاهلي. بص يا كابتن هاني، لازم برضو نوضح للساده المشاهدين الفرق بين الانتماء والولاء، والماده في الفتره دي مختلفه.
احنا الاول ما انت في نادي المنصوره، نادي انا تربيت فيه، يعني انا طبعا قعدت مع النادي الاهلي 10 سنوات فتره طويله، بس عشان كنت اجي النادي الاهلي ده كان حلم لاي لعيب في مصر وما زالت وهتفضل يتمنى يلعب النادي الاهلي. انت ممكن تروح انديه ثانيه تستفاد منها ماديا، لكن ما تستفادش منها الشعبيه الكبيره اللي ولا البطولات ولا بطولات، وهتستفاد برضه ماديا، يعني طيب. النادي الاهلي ما فيش حد ما بيكسبش من وراه اكيد. فاما جالي الموضوع كان بالنسبه لنا او بالنسبه لي انا كلاعب عندي 18 سنه لما يجي لي نادي الاهلي. احكي لي الكواليس، اللي هو مين اللي اتصل بيك؟ هي النادي المنصوره حد كلمك قال لك والله الاهلي عايزك والزمالك عايزك؟ يعني اشرح لي الكواليس، الامور مشيت ازاي؟ كويس، احنا كان في الوقت ده ما كانش فيه لسه الموبايلات ظاهره خالص، وكانت عن طريق الاتصال التليفون الارضي يعني. فانا الاول بعد ما الدوري انتهى واحنا ما وفقناش مع نادي المنصوره، انا في السنه دي كمان احرزت هدف في كابتن شوبير مع نادي المنصوره سنه 88 88. كانت ظروف النادي الاهلي برده، كان برده انت عارف تغيير جيل والموضوع ده بقى صعب شويه على الانديه الكبيره. فانا لقيت جاي لي تليفون عن طريق من اصدقاء ليا في المنصوره، قال لي نادي الزمالك عايزك وهيجي لك وهتروح تتفاوض معه. فانا طبعا ما كانش بقى فيه وكلاء ولا حاجه، كله عن طريق ابسط مما تتخيل. في الوقت ده لما جولي لقيت لك جايبين لنا عربيه، انا في بلد قريه صغيره جنب المنصوره اسمها منة محل الدونه، دي بلدي اللي انا تربيت فيها. ف بعتوا له عربيه، المهندس اسمه كان في اتنين فاروق ابو العز، في اللي هو فاروق ابو العز وفي المهندس فاروق. انا رحت المهندس فاروق ابو العز ده من رجال الاعمال اللي كانوا موجودين في الوقت ده مع نادي الزمالك. أيوه. وهم اللي بيتفاوضوا معايا فالموضوع بالنسبه لي جديد، وبالنسبه لنادي المنصوره ما كانش التنقلات كانت مش زي ما كانش الاحتراف زي دلوقتي. بس طبعا المفاوضات بدات مع نادي الزمالك في الاول، طبعا مش الاهلي. لا خالص. ف جم خدوني ورحت بيت عند المهندس فاروق. والتاني كان في السنه ده نادي الزمالك حصل بطوله الدوري مع ديفيد مقايا، يعني مش ناسي الاسم. وكان المساعد ليه في كابتن فاروق جعفر. فتاني يوم خدوني ورحت قابلت كابتن فاروق جعفر في دار من دور القوات المسلحه، وقعدت معاه وقال لي الموضوع بالنسبه لنادي المنصوره خلصان، وانت حقوقك الماليه برضو خلصانه. قلت له طب بس انا هسافر، احنا عندنا اولمبياد برشلونه، وانا كنت اصلا من اللعيبه الاساسيه الحمد لله في مع نادي مع منتخب الاولمبي. يعني حتى وانا في نادي المنصوره انا مع منتخب مصر، كابتن هاني كنت موجود معاه في الفتره دي، ومع الكابتن طه اسماعيل ومع الكابتن ومع فايتس. انا حضرت ناس كتير وانا صغير جدا. وانا في نادي المنصوره كنت اللي ده لسه ما رحتش نادي الاهلي. فقعدت معاه واتفقت على كل حاجه، قال لي مالكش دعوه بنادي المنصور. انت فلوسك هتاخدها وما ترجع من الاولمبيات، كل الامور بالنسبه لك هتبقى واضحه. لسه رايح، خلاص انا اتفقت ولسه رايح البيت، انا بالنسبه لي برضو موضوع مش مستوعبه قوي، متلخبط شويه. لسه رايح البيت لقيت جاي لي تليفون تاني. مين؟ المهندس عادل القيعي. قال لي احنا عايزينك. ما اعرفش، عارف بقى الموضوع عارف برضو المهندس كان في الوقت ده مهندس عدلي طبعا ذكي وشاطر، وبرضو وكان عضو مجلس اداره اعتقد في الوقت ده او مدير النادي في الوقت ده حاجه كده. فقال لي احنا الكابتن صلاح عايزك. انا ما شفتش كابتن صلاح غير في الشمال السوداء. فانا بالنسبه لي غريبه طبعا. فروحت انا اللي راح بمواصلات، ما فيش عربيه واحنا لسه صغيرين. ما طبيعي طبيعي كده. والنادي الاهلي ما صدقت يطلبني. يعني نادي الزمالك نادي كبير ونادي يحترم، واي اي واحد في مصر يتمنى يلعب ليه برضه، اكيد. بس انا ليا انتمائي. ففي نفس اليوم انا يعني لسه مروح البيت لقيت لسه في الطريق وبتفكر كمان. ما هو ما فيش حل عندي تاني. يعني انا جاي لي نادي زي نادي الزمالك تمام. فلقيت المهندس عادل القيعي، المهم عرف يوصل لي عن طريق الاستاذ جمال ولاي، ربنا يديله الصحه. هو ده اللي كان همزه الوصل، هو همزه الوصل، هو سبحان الله. وصل لي عن طريق برضو ناس في المنصوره، ما فيش البلد عندي ما فيش صعب توصل، ما يوصلوا لك بتبقى لا صعب. بعت لي واحد طبعا. فقمت راكب تاني وقمت راجع مصر للمهندس عادل القيعي في العجوزه عنده في البيت. قال لي هتبات وان شاء الله. بيقول لي ايه اللي حصل؟ قلت له حصل كذا كذا كذا، وحكيت له الموقف اللي مع كابتن فاروق. قال لي طب احنا هنقابل كابتن صالح سليم، ماسك الاستمارات وماسك كل حاجه. فروحنا تاني يوم عدينا، هو قعد في العجوزه تعدي كوبري اكتوبر وتلاقي كابتن في الزمالك. لا رايحين بيته اوكي.
فرايحين بيته انا متخيل الكابتن صلاح بقى لقى شاب صغير ومش عارف ايه، لقيت لك واحد بقى الشعر الابيض و فبقول للمهندس قال لك هو بيجيب لنا حاجه نشربها، فبقول له انا كنت متخيل انا صغير برضه والموضوع بالنسبه لي كان كل ده كان عندك كم سنه؟ كان عندك كم سنه؟ 18 سنه 18 سنه بس فقلت له انا كنت متخيل الكابتن صلاح الاقي الشموع السوداء والاقي بقى الكلب اللي روي بصراحه كابتن صلاح يعني بامانه المقابله كانت غير طبيعيه، وفعلا شوف الموقف اللي هو انا يعني قعدت معاه بالظبط 10 دقايق، احنا كنا مسافرين هنعمل فتره اعداد في هنلعب ماتش في ايطاليا قبل ما نسافر برشلونه مع المنتخب الاولمبي مع المنتخب الاولمبي، فاحنا مسافرين تاني يوم يعني انا خلاص هروح هاخد شنطتي اروح على المعسكر هنسافر. اللي كان موجود في الفتره دي كابتن محمود سعد هو المدير الفني وانت عارف زملكاويته، فانا رحت كابتن صالح قلت له حكيت له برده على اللي حصل، قال لي بص يا ياسر احنا كامكانيات ماديه الزمالك كان في الوقت ده كان رئيس النادي كان انا مش ناسي المهندس حسن ابو الفتوح طبعا رجل اعمال كبير رجل اعمال والنادي الزمالك بيصرف والامور بالنسبه له، قال لي انا قلت له طب الحل ايه؟ قال لي الحل عشان تقطع الموضوع لازم تطلع تصرح في الاعلام اللي انت مش لاعب غير للنادي الاهلي. مين اللي كان بيتابع الموقف ده قوي؟ كان الاستاذ ايمن بدره، كان كل يوم ايه الاخبار وانا بيني وبينك كل يوم انا الفتره دي كمان ايه كان هما ثلاث جرايد ما فيش زي الوقت السوشيال ميديا مفتوح طبعا الموضوع كان هما ثلاث جرايد يوميه ياسر بين الجنه والنار ياسر بين الاهلي والزمالك ياسر وانا طبعا الموضوع بالنسبه لي مش عارف انا في نادي المنصوره ثاني خلاص الموضوع بالنسبه لي 18 سنه وولد صغير وفجاه الاهلي والزمالك وكابتن صالح سليم فالموضوع صعب عليك يعني خلي بالك في اولمبيات اولمبيات رايح مسافر محمود سعد هو اللي ماسك يعني خلي بالك انت برضو أكيد بدور فقال لي قلت له دايما انا مش هلعب غير النادي الاهلي قال لي داخل قلت له ده تصريحي وده النهائي بتاعي انا نزلت من عند الكابتن صالح سليم مضيت على الاستمارات خلاص خلاص يعني انت حتى لو انت مضيت خلاص انت خلاص هيبقى انت موقف من ساعه ما كابتن صالح كلمه خلاص انت النادي الاهلي نادي المنصوره عايز يوديني نادي نادي الزمالك هو هيستفاد ماديا وانا كماديا انت بتتكلم على فرق كبير انا انا اخدت من النادي الاهلي ما خدتش منه فلوس انا كان ليا 30000 جنيه واتنزلت بهم لنادي المنصوره عشان يعوض الفارق نادي الزمالك كان هيديني 350000 انا في رقم كبير جدا غير نادي المنصوره بس انت كنت محدد موقفها وانتماء ده بناء على انتمائك طبعا وعارف ان انت كمان خلي بالك هتستفادي هتستفادي شعبيه هتستفادي مال هتستفادي اللي ما الناس لغايه دلوقتي احنا بنروح الاماكن كتير والكابتن هاني عارف كده احنا بنروح اماكن ممكن تعمل لنا خصومات عشان خاطر النادي الاهلي مش عشان خاطر انا فلان مظبوط فالمهم كابتن صالح انا وقعت عنده في البيت ومشيت وقابلت الاستاذ ايمن بدره اديت له التصريح قبل ما نسافر ايطاليا وانا كل ده انا مش عايز الكابتن محمود سعد يشوف الخبر ده ويعرف حاجه اللي انا وقعت الاهلي شاف الخبر ده فين انت عارف الجرايد دي برضو بتوصل بره طبعا مكتوب في اخبار رياضه ياسر ريان للاهلي ومحمد جابر كان في لاعب في شبين في الوقت ده الزمالك خرفها يعني محمد جابر يعني. للزمالك اول الزمالك تمام. ده المانشيت بتاع الاخبار فلقيت كابتن محمود سعد هناك قلت خلاص بقى ما هي خلاص احنا في ايطاليا ارجع بقى اخد جنطتي لا ما فيش رجوع خلاص البعثة اتعمل خلاص وطلعنا من ايطاليا رحنا برشلونه والحمد لله اخترت الصح وده انتمائي وانتماء اسرته والمنصوره كلها اهلاويه فمش انا لوحدي يعني صح اكيد ده مختصر الموضوع بتاعي مع النادي الاهلي والفتره اللي انا وطبعا جيت من البطوله العربيه رحنا بقى البطوله العربيه في سوريا اللي كان منتخب الاولمبي المدعم مع كابتن جوهري ايوه خدوا جزء منكم معانا مع المنتخب الاولمبي واخدنا البطوله العربيه في سوريا بتاعت حسام حسن ايوه رجعت من البطوله دي على النادي الاهلي اول ماتش ليا كان الاتحاد السكندري برضه مش الماتش اللي النهارده شفته دلوقتي بشوفه وانت عامل جول ما شاء الله التنويه ده بتاع الماتش الاولاني بقى كان اول ما انا في اسكندريه 2-0 محمد رمضان وايمن شوقي كمان يعني ده اول ماتش ليا مع النادي الاهلي كان اول ماتش ليك لعبت اساسي أساس اول مباراه اساسي كابتن انور سلامه كان موجود هو المدير الفني في الفتره دي جاء قال لي انت مش جاهز حسيت ان هو مش مقتنع بيا مكتوب انت عارف كابتن انور ممكن يرمي حاجه في الاعلام كده فدخلت له لقطه الكره قلت له كابتن حضرتك عايزنا ابقى موجود ومش قال له طبعا انت جاهز قلت له جاهز انا لسه لاعب بطوله عربيه في سوريا بعد الاولمبيات وكابتن جوهر واخدني من ضمن اللاعيبه اللي موجود قال لي خلاص اجهز الكابتن انور كان موجود في الوقت ده محمد سعد باك ليفت كابتن اسامه ناحيه الشمال
انت عارف ناحيه الشمال عندنا في النادي الاهلي طول عمرها مليانه ما شاء الله. انا احكي لك كمان موقف مع الكابتن ابراهيم حسن لما جبنا بس باك رايت بس النادي الاهلي اتقلب. فالحمد لله لعبت اول ماتش الاتحاد كسبنا. لقيت الكابتن انور بقى ايه اتغير معايا. جهزوا تاني يوم لفت نظره. ما انا برضو جاي انا عايز اثبت وجودي. ممكن يكون مدير فني انا جاي عن طريق الاداره عن طريق اي المشكله. لازم انا اغير اسلوب اللي قدامي لازم انا اكبره اللي يقتنع. الحمد لله بدا الامور تتغير وبدات العب بقى ماتشات دوليه وماتشات مع النادي الاهلي وبدات احط رجلي مره بمره والعجل الحمد لله بدات. احنا كنا هنبدا بدايه مختلفه عن الاهلي والسنديب ومباراه العوده والحاجات دي بس ده حكايتك دي هتفكرني فكرتني بايهاب بقى. ايهاب ياسر ريان بيلعب حاليا في المنصوره. تمام. احمد لعب في المنصوره ولا لا احمد اهلي؟ الاثنين من ناشئين الاهلي. ما انا فاهمه بس ايهاب دلوقتي في مع المنصوره. ايهاب الاكبر على فكره. ايهاب الاكبر من احمد. بدا بدايه كابتن ياسر ريان. ما بص هقول لحضرتك على حاجه. السنه دي سنه استثنائيه شويه لعبت كره كلها في مصر. طبعا في مشكلة حصلت مع اتحاد الكرة هما كانوش واخدين بالهم منها. إيهاب كان في نادي الترسانة وممكن يكون برضو ظروف المدربين وانت عارف الدرجة اللي تحت دي تبقى صعبة شوية. إيهاب من اللعيبة المميزة جدا. حتى الحمد لله في نادي بيلعب ايه؟ بيلعب افرايت وهاف ليفت. وسط ملعب. وسريع وكورته كويسة جدا ومن ناشئين النادي الأهلي وكان كابتن فرقته مواليد 95 في النادي الأهلي. بس الجيل ده برضو من الجيل اللي هو الظلم اللي هما الجيل 95 ده لو رجعت شوية هتلاقوا الجيل ده اللي كان فيه ليك ثلاث لعيبه من 95 تقريبا في الدرجه الاولى. فكانت الامور صعبه في النادي الاهلي. فالولاد الصغار دي خبراته راح بتروجيت مع احمد حسن وهو ماسك بتروجيت فتره. السن الصغار ده ما كانش لسه عنده تاقلم وبرده جو مستوعبش. فالامور كانت صعبه لغايه ما الامور بقت صعبت عليهم. احمد وإيهاب كده كده من ناشئين النادي الاهلي. بس احمد ممكن اموره مختلفه. هو فرود وراس حربه. ايهاب هفرت فافتكرت بس كابتن هاني استثنائيه ليه السنه دي. اتحاد الكوره قفل قايمه قفل القوائم بتاعه الدرجه الثانيه قبل الممتاز. وده غلط. اللي في الممتاز الف ده عشان يمشي لازم يروح الدرجه الثانيه. ممكن يكون مش لاقي نادي في الممتاز هيبقى في منفذ يخش. المنفذ ده اتقفل. ففي لعيبه كتير جدا. الامور كانت صعبه يعني بصراحه. الاتحاد الكره الموجود دلوقتي برئاسه احمد المهندس احمد مجاهد عملوا ده حاجه حلوه. حته اللي يفتح ده بسرعه المكان ده خلى اللعيبه اللي كانت الامور صعبه عليها ترجع تاني تبقى موجوده. اللي يلعب دوري ممتاز اللي يبقى الخمس لعبه دي فتحت كمان فرص طبعا. في لعيبه كانت هتبطل. فدي المشكله. فده مهم. وهاخد من دوت لسه بنتكلم خاصه على احمد. احمد انت فاكر كمان انا كنت في اتحاد السكندري وكلمتك وكنت عايز احمد لان احمد كان واضح جدا من خلال متابعتنا ليه كان باين ان هو فرود كويس. يعني انا بكلمك تقريبا الكلام ده من اكتر من 3 سنين. مظبوط. فتمسك النادي الاهلي بيه وانت قلت لي كابتن سيد لا متمسك بيه وهو ويمكن انا خدت فوز الحناوي. فكانت الرؤيه لياسر كانت رؤيه مستقبليه انه هيكون متواجد في النادي الاهلي. عايز اتكلم على الفتره اللي راح فيها اعاره. انت كأب الاول كان تعليماتك ايه وكمان كلاعب ومدير فني كان الفتره دي نصحته بايه يعني؟ انا في الاول يا كابتن هاني كنت انا مش حابب احمد يطلع اعاره. دي كانت وجهه نظر بالنسبه لي. ليه؟ يعني ممكن وجهه نظرك. وانا كأب نفسي العب في النادي الاهلي طبعا. اكيد خلينا بقى أكيد. وانت كشعورك كأب بتبقى الامور برضو العاطفه وعايز أكيد. لكن قرار احمد كان قرار صح على فكره. القرار ده على فكره هو اخذ القرار ده بدون علمك. ده حقيقي. ده على حسب كلامه. انا كنت بقى مصر اصلا في الفتره دي. ليه ما قالكش؟ عشان هو عارف اللي انا رايي النادي الاهلي هترفض. فلما هو لعب في النادي الاهلي فتره كده انت عارف الناس برضو ولاد لعبت الكوره واحسن. بص انا فاهم كان طبعا. نزل ماتش الترسان نزل ماتش كابتن حسام بدر كان بثق فيه جدا. على فكره مع كابتن حسام بدر الماتشات الوديه اللي لعبها كلها ايام ازارو هو هداف في الماتشات الوديه كلها. كانت حتى الماتشات مذاعه في قناه الاهلي جاب جوان في كانوا بيلعبوا فرقه النصر جاب جونين في المنصوره في ماتشات كتير وديه. ما انا بقول لك كان النادي الاهلي متمسك بيه الكلام ده كمان من 3 سنين كان عارف امكانياته. كابتن حسام البدر لما نزله في توقيت اللي هو مع الطلاع كان انا مش نسى الماتش طبعا كان الطلاع كسبان 1-0 وهو نزله واثق فيه
بس هو برضو التوقيت اللي هو كان نازل فيه برضو مهما كان ده لاعب صغير مش لاعب كبير، الفرقه مش واقفه على رجليها شويه برضو الخط. حتى انا سالته قال لي انا رجلي ما كانش شايلاني وانا نازل المباراه، هو عايز لك الاهلي في المباراه دي تعادلنا او والماتش طلع، بس برضو ايه الصوره والانطباع في الاول طبعا الناس خدت اللي ده ابن ياسر مش ابن مش ده لاعب كوره، الانطباع الاولي فجي بعد كده برضو لعب ماتش الترسانه في الكاس وكسب مش عارف ايه، بدات ايه هو حاسس اللي لا انا عايز هو نفسه. احمد على فكره من الشخصيات اللي هو بيعرف ياخد قرار ده كويس، ده حلو ده كويس يعني حتى والله ما بيدخل في قراراته خالص، انا بكلمك ممكن تديله نصيحه لكن هو خليه ياخد قراره بنفسه يعني. ما بديش النصيحه غير ما بلاقي يعني بديله ايه طب. يعني ليه لو انت اتكلمت كتير هم انت عارف احنا لو لعبنا كوره هنقعد ندي كل شويه نصايح ويعاند فعلا يا إلان. فانا كنت مسافر بره فوجئت قال لي لقيته مكتوب احمد راح الجون، قلت له ما فيش مشكله اروح الجونه بس خلي بالك ده يعني سلاح ذو حدين، لا تظهر بشكل كويس ويبقى تحدي ليك ولازم تاني. تثبت وترجع او حتى لو انت مالكش نصيب بس لازم تبقى يتقال اللي انت فرود ولاعب كويس. فطبعا انت عارف راح برده بفضل الله سبحانه وتعالى وراح فتره وعمل هو مش لوحده، كانت المجموعه اللي النادي الاهلي طلعها عرب ومحمد كان حتى بيسموهم الاهلي بيه هناك اكرم توفيق واحمد حمدي واحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وغير اللي طبعا اللعيبه اللي راحت بعد كده اسلام محارب ومجموعه كبيره. فالحمد لله خد ثقه ولعب ماتشات ولعب مع المنتخب الاولمبي الحمد لله كان ليه برضه ليه دور كبير ايجابي مع زمايله في الامم الافريقيه، كل ده خد فيها خبره. حتى اخر ماتش قبل ما يجي النادي الاهلي راح لعب ماتش البرازيل اللي هو الودي وجاب جون، فبقى خلاص تحس اللي هو تقل يعني تقل جه في الاخر طبعا انا ما بره الاحداث خلاص هو معاه وكيله كابتن نادر شو كان هو المسؤول عنه في الحته اللي انت عارف برده بقى محتاجين اللاعب برده القرار هو يساعده. انا ممكن كاب ممكن حته تسويقيه دي يا كابتن طب وانا كمان انا كاب انا عندي العاطفه طبعا عايزه احسن حاجه عايز يرجع النادي الاهلي وعايز هو اللي يبقى الاساس النهارده بكره فالامور كانت بالنسبه لي بس انت بتراجع نفسك في الفتره تقول لا يعني انا كاب كنت عايز العب دلوقتي في النادي الاهلي ولازم تثبت نفسك وكان الضغط مش شايف ان دي كانت خطوه النادي الاهلي قام بيها بطريقه علميه وصحيحه جدا ان اداله فرصه خلي بالك لو كان في النادي الاهلي كان هيبقى في النادي الاهلي بس ممكن ما كانش هيلعب ممكن جدا ما كانش هيروح منتخب اولمبي امكانياته ما كانتش هتظهر وبالتالي كان ممكن في الاخر هيقعد سنتين في الاهلي ولكن الاهلي هيستغنى عنه بالظبط. فالفتره ديت بتراجع نفسك فيها فعلا ده يعني هو كان احمد كان عنده حق في القرار ده يعني ده حقيقي والقرار اللي هو يلعب ماتشات ويظهر بشكل كويس واول ما راح الجونه على فكره جايب 7 أو 8 تجوان في فرق كمان كبيره حاجات كتير جدا يعني ظهر بشكل كويس وده اللي خلاه يرجع المنتخب الاولمبي وكان فاته قبل الكورونا كان مرشح منتخب مصر الاول ففي حاجات كتير هو استفاد منها فهو القرار اللي هو ياخده بيبقى قرار صح. هو الوقت الحمد لله اعتقد وجوده في النادي الاهلي بياخد برده فرصه طبعاً. في بعض المباريات دي برده حاجه كويسه انت عارف برده المنافسه جوه النادي الاهلي منافسه قويه بين اللعيبه منافسه احنا بنعتبرها منافسه شريفه للعيبه كلها كل واحد بيبقى عايز يبقى هو اللي موجود رقم واحد ويبقى الاساسي هو اللي ينزل يكسب النادي حقه حلم المشروع. بس قبل ما اطلع الفصل عشان في فصل دلوقتي قارني بين احمد ياسر ريان ومحمد شريف في الهجوم بقيمهم ازاي بعيدا عن عاطفه الاب ياسر ريان؟ بصي الجزئيه اللي حضرتك بتكلمها كل لعيب بيبقى عنده مميزات يعني محمد شريف عنده ميزه وهتلاقي احمد ياسر عنده ميزه وهتلاقي مروان محسن عنده ميزه وهتلاقي كل واحد هو النادي الاهلي في الاول كده الميزه اللي عند احمد يعني احمد رقم 9 اللي هو 9 اللي هو الكور الفروت السريع اللي اي كور بالعرض هو برده ليه استغلال فيها بيقدر يعمل بيبقى محطه لفرقته بيلعب دماغه كويس بيلعب دماغه كويس في عنده محمد شريف ممكن تحط له في المساحات اللي بتبقى ممكن ورا الاستوبرات والحاجات دي يقدر يستفاد منها هتلاقي كل لعيب هو النادي الاهلي كده انا كانت النادي الاهلي بيستفاد مني عشان انا سريع فكل لعيب كابتن هاني كان من اللعيبه اللي هي الاستوبرات اللي هي كانت موجوده بتاع دماغه كويسه بيفكر بيكشف الملعب كل لعيب لازم عنده ميزه ده عشان تاخد بطوله مع النادي الاهلي هتلاقي كل لعيب في النادي الاهلي عنده
حاجه معينه. مع الشناوي هتلاقي ميزته راجل عنده ثبات وتنوع، تنوع في المهارات مهم جدا. تنوع ما يكونش عندك اتنين شبه بعض بمعنى صح يعني. فيعني الامور كلها بتصب لنجاح المنظومه نفسها. صحيح. بيبقى في تكامل في الاخر. طبيعي انا ممكن النهارده استفاد من محمد شريف، بكره استفاد من احمد رهان، ممكن استفاد من صلاح. صحيح. يعني الموضوع كله مرتبط حسب احتياجاتي في الماتش ايه النهارده. طيب عندنا فاصل في البيت الكبير، اول فاصل في الفقره دي، ونرجع مع حضراتكم نكمل مع كابتن الكبير كابتن ياسر ريان. نرجع مع حضراتكم والكابتن الكبير ياسر ريان، منورنا كابتن ياسر. وكنا بنتكلم على احمد، بنتكلم على الفتره اللي قضاها في الجونه، وكانت عامل مهم جدا انه يرجع النادي الاهلي، واتكلمنا عن الفروقات ما بينه وما بين روس الحربه في النادي الاهلي. عايزين نتكلم عن رؤيتك لمباراه، طبعا مباراه الاهلي وصنديب بطل النيجر في اول مشوار ان شاء الله للحصول على النجم العشر. بص يا كابتن هاني، انت عارف النادي الاهلي اي بطوله احنا بنلعبها بنعرف نفصل بين البطوله والبطوله. يعني احنا خدنا بطوله افريقيا، وخدنا كاس مصر، وخدنا صحيح. الدوري. لا قدر الله اي ماتش بنقعد لان ننسى اللي فات ده كله، وده خلاص جمهور النادي الاهلي، واحنا كنادي اهلي ولاعيبه النادي الاهلي احنا لا نعترف الا بالمركز الاول. ايوه حتى في جميع الالعاب، حتى لما احنا بنروح اللاعيبه قدامى بنروح نجامل حد ما بنعرفش. ده انت في الخماس عايز تكسب على طول، وانا عارف كل خلاص انت تعودت على منظومه هي عايزه كده. مركز ثاني بالنسبه للنادي الاهلي مش عارف. فمباراه النيجر ده انا بعتبرها دي بدايه طبعا سوق الملعب، و وبرضه كانت فرصه لبعض اللعيبه اللي تبقى طبعا موجوده بشكل كويس، ويبقوا ياخدوا ثقه في نفسهم، وحاجات كتير قوي يعني فيها فوائد لينا كلاعب نادي الاهلي. الحاجه الثانيه، تعرف بصراحه بشيد مجلس اداره النادي الاهلي والله مش ولا رياء ولا حاجه، اللي انت توفر في سفاره زي دي طياره خاصه مع امكانيات طبعا لاحترام لفريق النيجر. طبعا انت عارف النادي الاهلي بيحترم اي خصم يلعبه عشان هو ليه هدف معين. أكيد. وهي البدايه بتاعته اللي هو لا قدر الله كنا احنا ماتش النيجر ده احنا حصل اي نتيجه سلبيه بتدربك حساباتنا شويه، هتدخل على الدوري هتلاقي الموضوع بقى صعب، هتلاقي دخلت في قصص ثانيه احنا مش قدها. فالمباراه دي بعتبرها كانت يعني بدايه لبطوله جديده. احنا الحمد لله خلاص البطولات اللي قفلنا خلاص كلها خلاص اتقفل عليها، وجمهورنا ما بينسى. يعني جمهورنا بينسى اللي بعده، اللي يقول لك اللي بعده. تيجي تدخل كاس مصر يقول لك الا المباراه دي، تاخد الكاس يقول لك خلي بالك من الدوري، تاخد الدوري يقول لك خلي بالك اللي اسمها الزمالك افريقيا. عشان كده انا بعذر لاعبي النادي الاهلي اللي هو على طول مضغوط. صح، تلاحم مباريات ومواسم يعني الدنيا. بتقول لي ده واحمد لامس ده اوريدي، ولا انت كنت بتقوله من بدري من اول ما كان في قطاع الناشئين وبدا يطلع؟ هم عارفين. لا النادي الناشئين برضه متربي على كده. طب انت اصلا من قطاع الناشئين وعارف النادي الاهلي. انا كنت ماسك مواليد 2004 في النادي الاهلي. كان معاك مين يا ياسر من الولاد الصغيرين؟ معايا لا لسه ما زالوا لسه برضه مش كبار، بس فيهم لعيبه مميزه. في الوقت محمد اسامه ميدو، في لعيبه كتير موجوده في لعيبه ان شاء الله يعني ليهم طبعا طبعا مستقبل. انا واخد مركز اول السنه اللي فاتت، انا كسب الاسماعيلي والزمالك. انا واخد مركز كنت اول. كنت لاعبين جمهوريه ساعتها؟ جمهوريه. انا معودهم برضو، ما انا مش قادر ولد صغير وحطه تحت ضغط. يعني خلي بالك دي صعبه جدا، يعني مش المفروض يسوب زي انت شايف في اوروبا وانت عايش في اوروبا. بتخلوا الامور طبيعيه والولد دي ما يتنشنش وما يشدش بس ده مهم برضو يا اسطى. انا بقول لك غصب عننا. انا نادي اهلي، انا غير قصدي مطلوب مني، انا مش قاصد. يعني على فكره انا بعمل الولاد حتى لو خسرنا او حاجه هم عارفين ان انا زعلان، وهم خلاص هم الغريزه جواهم اللي هو لازم يكسب الفوز والبطوله. والواد لو خسر كابتن ياسر انتوا في التقسيمه اصلا لما كنتوا بتعملوها ايامكم، يعني كان في بعض اللعيبه بتزعل. حسام ابراهيم انا عارفه انه كان بيزعل لما بتقسموا بتخسروا وانت بتبقى في التقسيمه. انا عايزاك تحكي لي المواقف دي. حسام ابراهيم احنا ما بنحبش نلعب معاهم في التقسيمه. ايوه عشان احنا في التقسيمه احنا عايزين نطلع نشطف وناخد نمشي ويخسروا مديرين فنيين بقى وكده ويتخانقوا. كانوا بكل ما تتخيلي كابتن هاني برضو عاصر عاشر معاهم في المنتخب. احكي لي قبل ما نتكلم عن سنديب او نرجع لها تاني، اتكلمني يعني على الحكايات دي يعني ومحمود ابو الدهب كل ده. احنا لما بنيجي نعمل تقسيمه بيقول لك ربع ساعه تعملها فني كده اللعبة، وبعض اللعيب من هنا واللعيب هنا بيختار ويختار فرقتين. طيب اغلبيه اللعيبه مش عايزه تلعب مع حسام ابراهيم اصلا. والله ليه؟ احنا حتى لو ما احنا مشدودين في الماتشات هنيجي كمان في التقسيمه هنبقى مشدودين، هتبقى الامور صعبه علينا. طب بيتخانقوا معاكوا يعني معاك تفكر انت يعني انت خسرت في التقسيمه هتروحي كده؟ يعني مع حسام ايه اللي يحصل بقى؟ كان ايه اللي
اولا بيحملك انت، يقول لك انت ما كنتش بتدوس معاه قوي، انت شكلك ما بتحبنيش، انت مش عايزنا نكسب ليه، خد بقى ايه طول ما انت تأنيب بقى، تأنيب طول ما انت موجوده معاه لغايه ما احنا نشطف وناخد ونلبس ونمشي خلاص. فهي دي ميزه يعني، هو هي روح حلوه، هي روح حلوه هو مش طبعا. هو ده حاجه كويسه كله متربى عليها، وخاصه كمان خلي بالك اللاعب اللي بيجي من بره النادي الاهلي ويدخل النادي الاهلي في اول فتره كده ما هوش متاقلم. انا في نادي المنصوره مثلا متعود اكسب ماتش اخسر ماتش اتعادل ماتش اقعد في الدوري نزلنا درجه ثانيه حاجات طبيعيه، لكن مع النادي الاهلي ما ينفعش غير غير الموضوع صعب. انت احنا بنبقى عايزين نخلص الدوري قبل ما ينتهي مثلا بخمس ماتشات عشان الضغط اللي عليا يشال شويه. اولا كمان لاعبي النادي الاهلي الفتره اللي بياخدها بين الموسم والموسم تلاقي اسبوع 10 ايام عشان مرتبط بالمنتخبات مرتبط بالمنتخبات ومرتبط ببطوله ممكن افريقيه تبقى داخله في الوقت ده حاجات كتير، فالامور بتبقى بالنسبه لنا والاجيال دي مع بعض لغايه دلوقتي الامور برده هتلاقيه برده اللعيبه بتبقى مشدوده. لما يجي يقول لك ايه لاعبي النادي الاهلي احسن كانوا في مشاده بينهم من بعض، هم على فكره هو هدفهم واحد اللي هو المكسب، هو مش بيتخانقوا او بيشدوا مع بعض عشان بيتمنظروا، لا هدف لعيبه النادي الاهلي بيبقى مختلف عن بعض عن الانديه الاخرى الانديه طبعًا. انه بيبقى فيه تركيز، بيبقى فيه قلب على الفرقه مجدود. بيبقى فيه ما يعني فيه زي متحرحر يعني وكمان زي اللي حصل مع الصليه وشريف. في نقطه مهمه، في نقطه مهمه يعني ترجمه للي انتم بتقولوه، ان كل واحد في النادي الاهلي حريص انه عايز يبقى موجود وموجود في ال11 وانت عشان تكون موجود في الستارتنج تيم انت عندك نجوم كتيره وبتحارب، فبتيجي التنشن دوت الايجابي ان كل واحد عايز يثبت نفسه وعايز حد وكل واحد عايز يبقى موجود يعني. هو دي ميزه الكابتن هاني، هي ميزه النادي الاهلي، هو ده اللي انت بتلعب برضه هتلاقي مجلس الاداره بيساعدك، الجهاز الفني والاداري بيساعدك، العمال نفسها بتساعدك، المنظومه لازم تنجح. عشان كده انا لما طلعت مشيت من النادي الاهلي ورحت تجربه بسيطه، رحت قطر شهرين ثلاثه ما قدرتش، رجعت تاني رحت انبي اللي انا عايز اتاقلم على الجو اللي انا انت طالع انت عارف النادي الاهلي بروفيش احتراف موضوع مختلف، اللي انت تطلع من مكان اللي طبعا مش بالاحترام الانديه وحاجه جميله ونادي انبي الوقت طبيعي. اعتقد الامور اتغيرت تماما بس رحت تعبت، اللي انت طالع من منظومه لمنظومه ثانيه مختلفه. كنت جاي المانيا كمان وكنت يعني برضه في ناس ما تعرفش ان ياسر كان كمان جاي كذا زلاوتن متعرض عليه يجي في المانيا في فتره من الفترات اعتقد 88 اسف لما احنا جينا النادي الاهلي كنت بين اللي انا ابقى موجود مع النادي الاهلي وموجود برضه اخترت النادي الاهلي. قد ما هي كانت ممكن فرصه للاحتراف وسافرت قعدت في نادي اراو في سويسرا قعدت اسبوع تعيش في معيشه هناك ما قدرتش برضه اتاقلم على الجو. قعدت قد ايه يا كابتن؟ في معيشه حوالي اسبوع 10 ايام ورجعت بس ما قدرتش رجعت تاني على النادي الاهلي. فالامور كانت بالنسبه لي مختلفه عن الوقت. لاعب الوقت بيبقى النادي الاهلي مطموح بالنسبه له، بس يقول لك انا لو جالي حاجه بره او سفر بره واحتراف بره برده خطه كويسه، وده اللي بنبقى نتمناه اي لاعب مع النادي الاهلي ويطلع من النادي الاهلي يحترف بره بتبقى برده. النادي ما بيوقفش يعني قدام حد بصراحه. لا 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 والنادي الاهلي خلي بالك ما بيوقفش على حد كمان يعني صحيح. يعني لو هو اي لاعب مين يعني يقول لك الاهلي من حضر ما ده حقيقه، يقول لك لا الاهلي احسن، في ناس بتبقى عايزه النادي الاهلي يعود عادي المعارضه او حد مش طبيعي ليك منافسين صحيح. لكن النادي الاهلي كام لاعب الماتش اللي فات مش موجود، طبعا هم لهم دور كبير جدا بس هتلاقي برضو البديل وكم لاعب بقى موجود. ده اللي انا عايزه اتكلم عنه بقى، العناصر الجديده اللي شاركت النهارده في اول بطوله افريقيه ليهم، اكرم رمضان، بيكم، باحمد ياسر، ريان. شفت الاعتماد على العناصر دي يعني كمشاركه اساسيه في اللعب امام سونديب، شفت المشاركه دي ازاي؟ بص اقول لحضرتك على حاجه، هم اصلا كده كده الولاد دول بقى عندهم خلاص خبرات، لعبوا اولا مع منتخب الاولمبي ماتشات كتير جدا قبل الامم الافريقيه، عندهم الاحتكاك الافريقي ده موجود اصلا يعني احتكاك دولي وافريقي تمام. وبتنتظرهم اولمبياد طوكيو كمان ان شاء الله باذن الله ربنا، بس يبعد عنهم الاصابات زائد كمان الاحتكاك اللي هو بيلعبه مع مدارس كمان مختلفه سواء اوروبيه اسيا افريقيا كل ده تعايشوا معاه، فحته اللي هو يلعب اي مباراه افريقيه بالنسبه له هي مش حاجه غريبه. والولد كمان متربي يعني طلع الاعراض اللي هم طلعوها دول استفادوا بقى خبرات،
لعبوا ماتشات كتير، احتكوا مع فرق مصريه، فرق مستوى عالي مستوى قليل، مستوى بيبقى بيصارع على الهبوط. هم كمان كانوا دخلوا في مرحله اللي فرقتهم ممكن تنزل ازاي يقعد في الدوري، كل ده ومروا بالظروف ده. فاللعيبه اللي جايلك الوقت مش لعيبه صغيره، اللي جايلك لعيبه صغيره سنا لكن كبيره في الخبرات يعني. صحيح صحيح. وانت كنت مميز جدا في الجناح الشمالي وكنت متميز جدا بسرعتك، واحنا بنتكلم وبندردش بتقول لي اه ده النادي الاهلي طول عمره ناحيه الشمال، ده ما كانش يعني هو السؤال ده راح حاجه قول لي بقى طالما عرفت قول رد. احنا من المواقف يا كابتن هاني احنا لاحظ كده ناحيه الشمال في تاريخ النادي الاهلي هتلاقي، يعني انا هديك على الفتره اللي انا فيها يعني وانت طالع بقى مش التسعينات. التسعينات اولا انا جيت في كابتن اسامه عربي، كابتن محمد سعد، انا كنت جيت عليهم، جه كابتن مجدي طلبه، كابتن محمد عمار، كابتن احمد نخله، كابتن سعد عبد العزيز، كابتن احمد ابو سلم. انا بديك ناس انا حضرتهم ودولت موجودين، غير ممكن في ناس جيلبرتو برضو شويه، كان خلاص سنه 2001 كنت انا اخر سنه ليا في النادي الاهلي. انت بتتكلم على في ناس ممكن تكون واقعه مني كمان، بس كل الاسماء اسماء كبيره، لو اسماء كبيره انا بديك اسماء يعني موجوده. انت بتتكلم على حوالي 10 12 واحد باك ناحيه الشمال. طيب 290 بقى قول لي باكرات من النادي الاهلي. ابراهيم حسن. ابراهيم حسن. طيب مين البديل؟ فكرني قول. ما انا بفكر، انت كنت مش هتلاقي تقريبا ما فيش. فمن ضمن الموقف بقى الكوميديه بعديها، وبعدين يعني مين؟ لا يعني بعديها بفتره طويله احمد فتحي، وبعدها ابراهيم لعب كتير قوي برده ما شاء الله يعني. شاطر وبعدها ايوه من بعيد قوي فاحنا جايين مرات كان الفتره دي كان الاهلي بيتفاوض مع ياسر رضوان باك رايت، ما هو ده الوحيد اللي كان ظهر في مكتب البلديه. ايوه بلديه المحله مظبوط. فكتبت في الجرنان في الجرايد اللي الاهلي بيتفاوض مع ياسر رضوان. قلت الكابتن كنت انا والله مع كابتن ثابت البطل الله يرحمه في اوضه الكره، انا بقى اروح بدري شويه اقعد. كابتن ابراهيم حسن داخل عليه بيشتكي له، بيقول له انت ايه اللي انا قريته النهارده في الجرايد؟ قال له رضي. قال له انتوا بتفاوضوا مع بكره، مش راضي يقول له كمان مين يعني، هو مش عايز يقول له. ايوه ايوه متضايق قوي. قال له انتوا بتفاوضوا مع لعيب وياسر رضوان كان منتخب مصر معانا، قال له في لعيب انتوا بتفاوضوا معاه وهو انا اشتكيت لك؟ قلت له يعني انت بكرات واحد وفي شعب هناك الشمال اللي بيربط رجله واللي مش عارف عشان إيه، لو عشان ناحيه الشمال لو انت قلت عندي جزع ولا حاجه في غيرك موجود ناحيه اليمين بقى. طب في ماتشات انا كنت بلعب بكرات عشان ما عندناش حد، فكنت الكابتن ابراهيم كان ياخد ايقاف ولا اي حاجه يقول لك تلعب ناحيه اليمين. العب والله لعبتها فتره عشان ما فيش بكرات عندنا، فالامور كانت بس برضه بحب. فالاجيال كلها هتلاقي كلها اجيال بتنافس بعض، واللي مش بتلاقيه في المنافسه اللي هتلاقيه اللي هو عنده لا مبالاه مش هتلاقيه في النادي الاهلي، اللي هتلاقيه اللي هو ما بتحملش المسؤوليه هتلاقيه بره النادي الاهلي، اللي تلاقيه مش فارقه معاه يعني في حاجات كتير تحطها كده سلبيه ده بره النادي الاهلي. مظبوط. عشان كده اللي بيبقى جوه النادي الاهلي ده تلاقي او اللي عنده الاستمراريه 10 و12 و13 و14 و15 ده عنده الاستمراريه، ما بيقولش ما يعني زمان اتكلمتوا على محمد صلاح وانت برضو كابتن هاني كان موجود الاحتراف، انا احنا هنا كمصريين بنقف عند حته معينه لنا سقف ما بنبقاش عاليين سقف يعني الطموح خلاص يعني انا مثلا وانا في النادي اللي قلت انا عملت انا خدت بطولات افريقيا وخدت بطولات عربيه وخدت مش عارف ايه وخدت ايه خلاص انا كده عملت. لا محمد صلاح لاحظ كده اللاعب اللي بيحترف بره يعني محمد صلاح مالوش سقف، عايز يبقى احسن لاعب في العالم وعايز مش عارف ايه. ما هو الراجل ده اعتقد ما شاء الله ربنا يزيده عنده كل حاجه الوقت مريح، لكن هو سمات شخصيه يا اسطى السمات الشخصيه اللي انا اقول لك هاني. فهي احنا عندنا في النادي الاهلي هنا بتفرق السمات الشخصيه من لعيب للعيب. اللعيب اللي تلاقيه عايز سنه واتنين ويقول لك انا ماشي ويعرف اللي هو خلاص هو عايز يلعب من النادي ده شويه والنادي ده شويه والنادي ده شويه ويستفاد ماديا ما فيش مشكله، لكن الاستمراريه في النادي الاهلي لا الامور بيبقى صعبه جدا على اللعيب. والاستمراريه كمان ايه اللي انت تبقى اساسي في النادي الاهلي ستاندنج في النادي الاهلي ده اصعب. ايوه اصعب كتير جدا بالزبط. ويعني هاخدك من دوت لتحدي جديد، مش تحدي جديد يعني النادي الاهلي راجع من بطوله افريقيه ويمكن من خلال التقرير شفنا هدف حلو قوي انت جبته وقلت لي ده كان ضد النادي الاتحاد السكندري. بمناسبه النادي الاتحاد السكندري يمكن
عندنا المباراة يوم الاثنين، يعني كان مباراة كان المفروض تبقى مباراة نادي الزمالك، لكن هنقابل نادي الاتحاد الساعة إن شاء الله 7:30 يوم الاثنين. رؤيتك إيه للمباراة دي، وخاصة إن احنا كان لينا يمكن من حوالي أسبوع و10 أيام مباراة أخرى مع نادي الاتحاد في نهائي قبل نهائي كأس مصر. بص يا كابتن هاني، هي مباراة الاتحاد أنت عارف يعني فرقة محترمة معاها جهاز فن محترم، إدارة الكرة اللي هي مجلس إدارة محترم، نادي الاتحاد احنا كنادي اهلي انت عارف ان احنا بنحترم الانديه كلها وبنحترم الخصم اللي بنلعب قدامه، هو النادي الاهلي كده، والنادي الاهلي عارف مسؤوليه المباراه وعارف ايه، يعني انت داخل على بطوله جديده خلاص، بطوله افريقيا احنا فاصلين تماما، ودي ميزه حتى ما كابتن صلاح محفوظ بيطلع يتكلم او اي مسؤول من النادي الاهلي يقول لك صفحه واتقفلت صفحه الدوري. المباراه ما فيش شك النادي الاتحاد ماشي كويس في الدوري الممتاز، عنده برضه خلي بالك الجهاز الفني سماته اللي هو بيبقى عايز يكسب، كابتن حسام حسن وكان يدي لينا في كاس مصر بامانه وكان عامل مباراه كويسه جدا. فالمباراه ما فيش شك احنا مش هنقول صعبه، بس احنا لا احترامها، ولاعيبه النادي الاهلي تبقى عارفه مسؤوليه المباراه، وخاصه احنا خلاص احنا كسبين مباراتين، واللي النادي الاهلي بيبقى في مركز اول بيبقى صعب ينزل وده المباراه اللي حضرتك شفتها في التاريخ ده. انا عايز يعني كواليسها كانت ايه يا اسطى؟ دي كانت مباراه الاتحاد السكندري، احنا كان لنا ماتشين، انت عارف جمهورنا كان حصل مشكله قبل ما الدوري ينتهي، فالموسم الجديد عملوا لنا ماتشين بره ملعبنا، كان انت عارف عقوبه يعني عقوبه. هنلاعب الاتحاد في المنصوره، وهنلاعب المنصوره في اسكندريه، ده الماتشين اللي خرجونا بره. كسبنا الاتحاد 4-1 برضه كابتن ايمن وانا واعتقد وليد صلاح الدين، يعني المهم 4-1، وكسبنا المنصوره في اسكندريه 2-0. فده من المباريات والذكريات اللي انا مش ناسيها. فمباراه الاتحاد طول عمرها حتى بمكسبنا لا ما بتكسبش الاتحاد بالسكور ده، السكور كبير يا طبعا، السكور كبير بالنسبه في الوقت ده، لكن الوقت ده احنا كنا كمان بنلعب بطريقه 4-4-2 مع الين هاريس، انا مش نازل الماتش، وكانت قال ان هاريس كمان في معايا، تخيل انا التحدي بقى اللي احنا بنتكلم عليه مع النادي الاهلي، قال ان هاريس انا اصلا مش هشول، بس كانت عدليه ناحيه الشمال، فقال ان هاريس قال كابتن شطه قال له يعني كان بيقول له بيترجم لنا اللي انا مش هيبقى ليا دور مع النادي الاهلي في السنه دي، قلت له لا انا هيبقى ليا دور وقول له عشان طريقه اللعب، يعني عشان طريقه اللعب وانت مش هشول، قلت له قول له طريقه اللعب هلعب وهزبت اللي انا من لعب اشهر، قول له لعب اشهر والله ده مش ناسيها. وكمان من المواقف اللي قابلتني معاه، كان انت عارف اللي بتجري 5 دقائق، انت بتدي اللعيبه بتاعتك تجري 5 دقائق، فكان يندهلك الين هاريس ده يقول لك انت موجود في الفرقه الاساسيه، لو انت مش موجود في الفرقه الاساسيه ما بيندهلكش اصلا، بس يجي يقول لك ركز في الماتش اللي هو اللي قبل المباراه بيوم، يقول لك ركز انت هتلعب بكره. فاللي بيبقى جاي بيضحك في الجري، فعمره ما كانش بيندهلي خالص ومتجاهل. رحت له انا بقى قلت له لا انا هلعب. فالمهم بقى وصل تحدي بينه وبين ماتش المريخ السوداني اللي حضرتك جبته في التاريخ ده على ايام الين هاريس، جبت جون، نزلت ماتش الاتحاد والمنصوره جبت جون، ماتش بامبا التنزيل جبت جون، فبقيت ما بقاش يندهلي، انا بقيت بقى خلاص انا خلاص بتلعب اساسي عنده خلاص اصرار جوايا، فهرجع ليك تاني مباراه الاتحاد اللي جايه. انا متاكد لعيبه النادي الاهلي عارفين اللي هي على قد المسؤوليه، وعارفين اللي دي مباراه دوري، ومباراه بالنسبه له كل مباراه بتجيب مباراه صحيح. فاحنا مش هنقول ان هنلعب من بعد الاتحاد، ميزه النادي الاهلي وميزه لعيبه النادي الاهلي اللي احنا، وحتى انت لو سالتنا كياسر احنا هنلعب من بعد الاتحاد، اقول لك والله ما اعرفش غير اللي هنلعب الاتحاد يوم الاثنين خطوه بخطوه، فخطوه بخطوه دي ميزه البطل. طيب. اللي انا ولا ما ببصش ولا اللي ورايا ولا ببص اللي قدام، بص الخطوه اللي انا فيها، ودي ميزه النادي الاهلي. فاحنا بنتمنى الجيل ده جيل الحمد لله عمل انجاز كبير جدا، اللي هو ياخد افريقيا وياخد دوري وياخد كاس، وان شاء الله عنده بطولتين، وان شاء الله ربنا يوصل كاس عالم للانديه، حاجه مشرفه للكره المصريه. صحيح. والواحد والله بامانه احنا بنبقى فخورين ان احنا بنبقى تابع منظومه النادي الاهلي، مش شرط نبقى جوه المنظومه على فكره، احنا ممكن نبقى بره، بس حبنا للنادي الاهلي
كفايه بيساعدنا فعلا وبيسعد الناس. يقول لك انا بحب ابني يشجع النادي الاهلي عشان الابتسامه بتبقى عليه على طول. شعرك بالفخر ده بامانه يعني. احنا بعد الكلام ده لازم نطلع لفاصل والله. وبعد الفاصل بنكمل كلامنا وحوارنا ده مع الكابتن الكبير كابتن ياسر ريان في البيت الكبير. كابتن ياسر ريان راجل كابتن كبير و جناح كان كويس وكان شايل الاهلي يعني جامد وما تعوضش في النادي الاهلي بصراحه يعني. ياسر ريان دوت من الجيل الفن العظيم يعني و ياما متعنا بجوانه ولياقته البدنيه العاليه. كان بياخد جنب اليمين دوت ما شاء الله عليه يعني. كان بشوفه على قناه الاهلي بيعرضوا له حاجات قديمه والانتقادات اللي هو بيعملها انا متخيله لحد دلوقتي احب اسمعها قوي والله اقسم بالله. الانتقادات اللي كان بيعملها الكابتن ياسر انا ما انساهاش لحد دلوقتي في النادي الاهلي اقسم بالله. والحمد لله يعني اتمنى له يعني نجاح في التدريب ويقدر يعمل حاجات زي ما كان بيعملها في كلاعب. كابتن ياسر ريان ده اسطوره من اساطير النادي الاهلي. وانا صغير كان حلم حياتي او هو قدوتي ان انا ابقى زي كابتن ياسر ريان. انا بحب الكوره جدا وبلعب كوره. اخترت ان انا اكون رقم 11 زي كابتن ياسر ريان. كابتن ياسر ريان ده كنت تشوفيه كده تحس ان الاهلي بخير. كابتن ياسر من احسن الاجنحه اللي هي مش من ابناء الاهلي ود ولاء للنادي الاهلي دي امانه يعني. وانا عارف ان كان النادي الاهلي ورد من المنصوره من احسن نجاح. وكان لما جه الفتره دي كان يعتبر بديل يمكن لكابتن مختار اللي كان في نفس المركز. فده اشد له كل يعني كل قدره يعني. اكيد طبعا الكابتن ياسر ريان كان احسن لاعب في الاهلي وفي مصر عامه يعني. في انبياء ايامه كان افضل لاعب في مصر. هو كابتن ياسر ريان من اللعيبه الممتازه فتره التسعينات. ادى بدور رائع ممتاز مع النادي الاهلي وكان في فتره برضو في اللي اخذ بطولات مع النادي الاهلي. لا انا ما شفتش زي ياسر ريان. وينج شمال ومحترم ولعيب محترم جدا ولعب خلوق ولعب لعيب بكلمه لعيب ما جاش بعديه تاني في الاهلي خالص. راجل كويس وراجل محترم وادى للنادي كل مجهوده وتعب في النادي. ونادي الاهلي نادي كبير ونادي عظيم ونادي كويس واي حد يحترم اللي هو يخش النادي زي كده. لا كابتن ياسر طبعا نجم كبير نجم النادي الاهلي في التسعينات ما حدش يختلف عليه طبعا. والله كابتن ياسر ريان ده واحد من افضل الباكات الشمال اللي جت النادي الاهلي. هو حقيقي كان بيمتعنا يكفي ان هو كان بيجري اي الفرقه كلها بتجري وراه عشان تحصله ما بيتغلش يقدر يحصله. بتمنى النادي الاهلي يعرف يوصل لواحد زي ياسر ريان دلوقتي. هو بصراحه من احسن اللعيبه اللي جت في الوينج الشمال. هو اسطوره النادي الاهلي كابتن ياسر ريان. ايه اللي لفت نظرك في التقرير؟ في اراء الناس عن ياسر ريان؟ انت عارف انا طبعا بشكرهم ما فيش شك وانت عارف الناس الاهلاويه برضو اي ولو اي واحد برضو مكاني في المكان ده وجبتوه برضو هيتكلموا عليه كده عشان حبا هم في النادي الاهلي. فاللي بيعمل بصمه مع النادي الاهلي جمهور النادي اللي ما بنساش بامانه يعني. سواء انت كنت في مركز معين في الملعب استفادوا منك في الاداره في الاداره الفنيه او اداره الكره كل حاجه في النادي الاهلي بنبقى اللاعب بيبقى ليه بصمه. اي لاعب بيعمل بصمه مع النادي الاهلي الجمهور ده ما ينساش. فده اللي يمكن من التقرير ومن الناس يعني الناس اتكلمت على ايه على حاجات الحمد لله كانت الحمد لله بامتاز بيها السرعه وانتماء للمكان النادي الاهلي وحاجات كلها في اطار منظومه النادي الاهلي. فالحمد لله الواحد اهم حاجه في الكلام ده الناس سبت بصمه حب للناس وده الناس على الاقل خالص واخدين الحمد لله انطباع وصوره كويسه عليا. وده اكيد بتشوفه في الشارع كابتن. اكيد طبعا. وين ما تروح يعني تأكيد. لعبت كم مباراه قمه؟ انا لعب حوالي ممكن من 12 لا انا لعبت للنادي الاهلي 10 سنين يعني مش قال نقول 8 في 2 16 حوالي 16 مباراه ما شاء الله. اجمالي المباريات كام يا سيدي؟ اجمالي 320 مباراه مع النادي الاهلي ما شاء الله. انا 320 مباراه مع النادي الاهلي بين عربيه وافريقيه ودوري وكاس عدد كبير جدا من طبعًا. المباريات وخبرات طبعًا. كبيره. ويمكن هاخد من التقرير حته مهمه جدا النادي الاهلي عايزين نشوف واحد زي ياسر ريان من ناحيه السرعه من ناحيه اللياقه من ناحيه كمان احراز الاهداف. انت جبت جوان كتير على مستوى الدوري على مستوى الكاس على مستوى حتى البطولات العربيه.
انت شايف الفتره اللي جايه النادي الاهلي محتاج ايه؟ يعني احنا جبنا انا يعني في وجهه نظري الولاد اللي رجعوا دول صفقات، وجبنا بدر بنون وجبنا احمد بيكم وجبنا طاهر. تفتكر ممكن في عنصر ناقص يعني انت شايفه من الناحيه الفنيه انه يكون اضافه للنادي الاهلي الفتره اللي جايه؟ انا شايف يعني انت عارف اللي حضرتك قلتهم اللاعيبه اللي جت مش المعارين الموجود اللي احنا جبناهم الصفقات اللي موجوده اعتقد الاحتياجات اللي احنا كنا محتاجينها احنا جبناها. فاعتقد ان احنا الحمد لله لا انت عندك دلوقتي كل مركز ما انت بتدوس على كل مركز في واحد واثنين وثلاثه باك يمين مثلا عندك محمد هاني بيكم وعندك اكرم توفيق وعندك بس بيكم برضو خلي بالك مش باك يمين يعني اوكي بس هتحتاجه لو انت اكرم توفيق بيلعب في عندك يعني ممكن لكن مش عايزين يبقى في هاني محمد هاني اصلا محمد فتحي لعب فتره طويله باك رايت وكان ستاندنج موجود وفترته محمد هاني برضو في المكان ده ممكن مع الفترات الطويله يبقى موجود هو عنده خبرات خلاص خلاص يعني اللي انت انا عارف انت تقصد ده كابتن هاني اللي انت محتاج باك رايت باك رايت يعني اكرم توفيق ممكن يأديها لكن مش هيأديها زي ديفندر بيكم بيلعب سيرد باك وديفندر بس مش هيأديها زي الباك رايت بس احتياجاتنا احنا في النادي الاهلي الحمد لله عندنا اولا حارس مرمى عندنا بدل الجون ثلاثه عندنا في مراكز الاستبارات عندنا ده ما فيش مشكله الباك ليفت عندنا صح. واحد واثنين عندنا باك رايت يعني ممكن باك شمال متهيألي محتاجين ياسر محمود وحيد محمود وحيد هو يعني انت عايز واحد ثالث يبقى موجود برضه مفيش مشكله عشان تفضل يكون من ولاد النادي طبعا كان بيفتقدها النادي الاهلي كمان المرونه العدديه دي كان بيفتقدها واكيد هتاثر بشكل ما مع موسيماني النهارده هي في الاول وفي الاخر في منافسه جبت واحد واثنين وثلاثه في منافسه هي اللي بيبقى المشكله ما يبقى في عندك لعيب مثلا ديفندر والاحتياط بتاعه دي بتبقى ايه المنافسه بتبقى مش قويه قوي لكن ما يبقى في ثالث الثالث ده هو اللي بيخلي الاولاني ده يفضل اساسي على طول صحيح بيبقى موجوده وانت عندك انت داخل على بطولات كتير داخل على افريقيا وداخل على كاس وبطولات فانت بين ربنا يشفي ويعافي اللعيبه موضوع الكورونا برضو بيبقى اللاعب جاله اصابه لا قدر الله انذارات اصابات عاديه فوارد اللي او النهارده المدير الفني كمان طبيعي اللي انت يبقى عندك المراكز لكن احنا انا شايف احتياجاتنا في الوقت الحالي ده ما اعتقدش الحمد لله غير يعني زي ما حضرتك بتقول انا متفق معاك ممكن باك رايت لكن كل المراكز الثانيه لما طبقها لا عندنا كل مركز ثلاثة في كل مركز لكن صحيح. ممكن باك ليفت وباك رايت ممكن ندعم اذا احتاجنا لكن كل المراكز اعتقد الباقيه لا عندنا بدل لعيب في عندك كل مركز فيه واحد واثنين وثلاثه صحيح فدي برضو ميزه وده طبيعي اللي انت لازم بتلعب على بطولات فلازم يبقى كم من العدد من اللعيبه موجود وخلي بالك انت كمان عندك قاعده من الناشئين مظبوط اذا احتجت حتى لو انت عشان كده احنا الحمد لله طول ما انت بتطلع لعيبه من الناشئين وتطلعهم اعراض بتفرق برضه بياخد خبرات بياخد احتكاكات بره كل ده بيساعد المنظومه انت ايه اللي خلاك ترجع الاعراض دلوقتي عشان وهم صغيرين طلعوا قعدوا سنه وسنتين وخدوا احتكاك دولي وبرضه النادي الاهلي ادالهم فرصه اللي هم يلعبوا ماتشات عشان زي ما حضرتك اتكلمت في بدايه الحلقه اللي هم عشان يلعبوا ماتشات دوليه لو في النادي الاهلي احمد فتره من فترات كان موجود في النادي الاهلي وراح منتخب الاولمبي ما بيلعبش عشان هو رجله مش في الملعب لما راح وخد احتكاك ولعب مع فرقه الجونه رجع المنتخب بقى له دور لعيبه كتير فكل اللي بيرجع دلوقتي بيبقى عايز يبقى موجود علشان ياخد فرصه وخاصه في فرصه المنتخب طبعا وفرصه اللي بقى مع النادي الاهلي فرصته بتبقى حتى لو لعب وقت بسيط بتبص عليه والناس بتتفرج عليه اكتر ما بيبقى في فرق تانية والناس ما بتبقاش ممكن فرقتين بيلعبوا قصاد بعض بشكل كامل بالظبط هو احمد لما السنه اللي فاتت برده لما لعب قدام الزمالك واحرز هدف وكان هم متخيلين اللي هو اللعيبه اتشدت معاه هم مش فاهمين اللي هو متربيين اللعيبه الولاد دولت في النادي الاهلي على المكسب فاحمد لما الزمالك كان كسبان 1-0 واحمد جاب جون وخد الكره عشان السنطره عايز يجيب التاني طب ما الزمالك ما جاب جون في الجونه اتخانقوا مع حارس المرمى عايزين ده طبيعي في لعيبه عندها السمات دي موجوده اللي هو يجيب جون يروح يجيب الكره من الجون بتبقى رد فعل منه طبيعي مش بتبقى طبيعي لكن بامانه الحمد لله احنا النادي الاهلي اعتقد الثقه بقت موجوده دلوقتي الثلاث بطولات دولت برضو ادت تقل للعيبه خلت الحمد لله يعني انت ماتش الاتحاد
اللي انت تبقى خسران وتتعادل وتكسب دي ثقه وثقه بتاعت اللعيبه بتاعت ورجعت كمان اللي انت في الدقيقه مثلا حاجه و90 تلاقيك بتنهي مباراه بتطلع النيجر تكسب تلعب المحله شوط لو انت تتعادل شوط تاني تكسب هو ده النادي الاهلي. فعشان كده الحمد لله منظومه النادي الاهلي هتلاقيها لا قدر الله لما بيحصل عندنا دروب بسيط تلاقي بنقدر نقوم منه بسرعه تتجاوزه بسرعه في اسرع وقت. طبعا شايف النهارده يعني يمكن مر ثلاث اسابيع على الدوري لحد دلوقتي شفت المنافسه لحد دلوقتي عامله ازاي؟ الاستقالات كمان اللي بدات يمكن مبكرا في الاسماعيلي النهارده مع ريكاردو وبعدين كابتن طلعت اعتذر، شايف الموسم ممكن يعدي ازاي؟ ممكن يكون مشابه بالنسبه لمشكلاته زي الموسم اللي فات ده كابتن ياسر؟ هو حضرتك احنا لو جينا شفنا الاستقالات اصلا الانديه بتستعجل قوي في إقالة مدرب أو مدرب مش مرتاح وبيستقل بسرعة، لازم يبقى عندنا تراقصية شوية أو نركز شوية في حتة أنا جبت مدرب وأنت مقتنع بيه وجبته وتعاقدت معاه مش من أول مباراة وتاني مباراة تقول لا متشكرين، مش موجودة دي خالص. أنت جبت طالما أنت جبت المدرب وجاب السي في بتاعه وجاب الروبورت بتاعه كامل يعني أنت مقتنع بيه، اللي انت بعد ماتشين تقول له متشكرين عشان خسر ماتش لا، اولا انت عشان لازم نبقى متفقين اللاعب اللي بيعمل مدرب مش المدرب اللي بيعمل لاعب، اللاعب اللي بيكبر المدرب له دور كبير وليه خطوط عريضه بيمشي عليها، لكن في الاول وفي الاخر اللاعب اللي بتنفذ واللاعب اللي بينجح المدرب هو ما انا مثلا او كابتن هذا او اي لاعب بيلعب انا ما باجي انا ليا دور معين المدرب بيطلبه مني بس انا عندي ميزه بعملها ان انا اعمل اوفر لزميلي يجيب جون هو المدرب الفني مش هيقولها لي فدي امكانيات بشريه موهبة موجوده بقى خلاص مهاراتك ايوه. نادي الاسماعيلي مثلا انت جبت ريكاردو ومشيته بعد ماتشين او ثلاثه مشيته، طيب انت اصلا اللعيبه اللي موجوده السنه اللي فاتت انت قلت دولت مش لعيبه على قد مسؤوليه نادي الاسماعيلي انا بدي مثال تمام في انديه ثانيه مفهوم. طيب ما انت كان عندك وقت اللي انت تقدر تتفاوض مع لعيبه وتتعاقد مع لعيبه بس انت لما بتيجي تتفاوض وتتعاقد مع لعيبه لازم يبقى عندك المنظومه متكامله، بمعنى يعني لازم ما ينفعش انا لجنه الكوره هي اللي تبقى مدير فني ومدرب ومش عارف مش طبعا. لا ما هي دي الحاجات المشاكل الكوره المصريه وخاصه في الانديه الشعبيه خلينا نتكلم بكل امانه طبعا. يعني على مراحل طويله جدا الانديه الشعبيه كان بيبقى عندها شويه مشاكل وانت بتتكلم في نقطه مهمه انك حتى لو انت جبت لعيبه وصفقات من المستحيل ان في خلال ثلاث اسابيع تقيم مدرب يعني ولا تقيم لعيب كمان اللي انت جايبه ده ما انت جايبه والراجل ريكاردو طلع على فكره في بعض يعني في وسائل التواصل الاجتماعي او في احد البرامج قال لك انت حتى لو بتديني يعني هو شبهها كده لو مديني كيلو جمبري اقدمه لك في 10 دقائق هيطلع طعمه وحش اديني فرصه على الاقل ساعه او ساعتين عشان نطلع الوجبه محترمه بالزبط. هو تشبيه يعني بيشبه ان هو عشان الاسماعيليه فهناك السمك بالظبط فقال لك اديني فرصه ان انا اشتغل شويه فدي مشكلتنا يعني لكن على مستوى تقييمك الفني لاداء ثلاث اسابيع من الدوري المصري لا يعني هو تقييم لا بدايه كويس بامانه يعني انا متابع جدا الماتشات على فكره يعني انا بتابع الماتشات كلها بعيد عن كمان حتى عن الاهلي متابع الدوري يعني من بدايه الموسم طبعا قبل ما اجي متفرج أكيد. على وادي دجله وسموحه ماتش كويس جدا بعد ما فرقه كسبانه واحد تتعادل وتخسر فلا ماتشات كويسه والمنافسه قويه والسنه دي مختلف البدايه بعض الفرق بدا عن الموسم كله قلقان وكله عايز يجمع نقاط من دلوقتي علشان هو الان الدور الثاني الموضوع اختلف يعني دلوقتي ما تضرش بعد ثلاث اسابيع البنك الاهلي ماشي كويس صح. سيراميكا ماشي كويس الى الان المحله نفسها على فكره اتعادل ماتشين المحله واتغلب ماتش الاهلي ده طبيعي صح. يعني نتائجه كان وماتش سموحه كان خسران واحد وتعادل فالفرق كلها معدل الفن بتاعها بيزيد صحيح. فده هتلاقي كله المنافسه بقت قريبه يعني انت الوقت كان السنه اللي فاتت من بدايه الدوري قلنا فرقه كذا وكذا في فرقتين هينزلوا دلوقتي لا الامور صعبه الفرق مين هينزل ومين وبطوله الدوري لا فوق هتبقى صعبه ليه انت عندك الوقت الاهلي الزمالك بيراميدز احنا بنتكلم عن الفرق اللي هي بتنافس وبقوه عندك المصري برضو صعب نحكم على المربع الذهبي دلوقتي لسه بدري لسه صح هو لسه بدري بس بيبقى في شوية كده بتبان يعني في فرق بيبقى عندها
سقف طموحها عالي. ومع الوقت هتلاقيه يعني انا الوقت ممكن تلاقي مثلا بالشكل العام كده الاهلي، انا بقول وجهه نظري انا الله اعلم ايه اللي يحصل قدام، بس اهلي شايف برضو الاتحاد هيبقى منافس قوي الزمالك وبيراميدز، انا اعتقد يمكن ده ويجي بعدهم بقى حتى نتكلم على الدور الاولاني ممكن يخرج بهذا الشكل. طبعا يعني احنا نتمنى طبعا التوفيق ونتمنى ان الدوري المصري انا شايف ان هو انطلق بشكل فني اكتر من رائع، احسن كمان من السنه اللي فاتت. نتمنى نشوف يعني الدوري لانه ده بينعكس على منتخبنا الاولمبي وعلى كمان منتخبنا الاول. كابتن ياسر بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. ايه رايك؟ صحتك، انا عارف انت بتنام بدري الساعه 10. انا والله سعيد جدا جدا والله، ربنا يخليك جايز. والبرنامج ده انا بستمتع بيه، وحاجه كده جديده. انا قلت لكم كمان قبل الهواء مستمتع بيه، وكمان الدويت بتاعكم جميل جدا. اتمنى ان شاء الله الاستمراريه والتوفيق باذن الله، وده بيتنا كلنا، بيتنا اللي هو قناه النادي الاهلي. نورتنا وشرفتنا يا كابتن، نورتوا. شكرا جزيلا، بنشكركم مشاهدينا. دي كانت حلقه اخر الاسبوع في البيت الكبير. يوم الاحد ان شاء الله نتلاقى من 10 ل 1 في البيت الكبير. تصبحوا على خير.